والفضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة لديها ذهب وقد وضعته في أحد البنوك أمانة ولم تستعمله من عشرات السنوات، فهل عليها زكاة؟ إذا كانت ما هي بمعدته للاستعمال وفيه الزكاة، وعليها أن تزكي عن كل السنوات الماضية. إذا كانت جعلته رصيداً لها إذا احتاجت إليه وهي لا تعده لللبس والاستعمال ففيه الزكاة عن جميع السنوات التي مرت عليه. نعم.